سجل مركز الثلاسيميا 825 حالة مرضية في أربيل وأطرافها، إضافة إلى إصابة 311 نازحا من مختلف المحافظات العراقية يحتاجون إلى دعم وعلاجات ومستلزمات طبية خاصة، في الوقت الذي تقع فيه مسؤولية تأمين تلك العلاجات على عاتق الحكومة الاتحادية. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. في المركز التخصصي في أربيل يرقد العشرات من الأطفال النازحين المصابين بمرض الثلاسيميا، مرض وراثي يغتال الطفولة منذ نشأتها. هم اليوم بأمس الحاجة إلى رعاية طبية، حيث يعاني هذا المشفى من نقص حاد في العلاجات والأجهزة الخاصة لفحص هذا المرض. عدد المرضى المسجلين أربيل وأطرافها 825 مريض عندنا اللي يأخذون الدم، أكثرتهم ثلاثمية كبرى. ما عدا هذا 825 مريض عندنا 311 نازح ومهجر مسجل يمنا بالمركز، وهذولا أكو بيهم من سوريا، أكو بيهم من رمادي، فلوجة، سامرة، تكريت، بيجي. إحنا يوميا تقريبا نستلم 40 إلى 45 مريض يدخلون يأخذون دم، يعني على وجبتين، وجبة صباحية وجبة بعد الظهر. قبل 3 أيام مريضة من عندنا مثل اسمها توفت نتيجة عجز القلب وتضخم القلب، هذا كله تأثير الحديد. فناشدهم أنه يوفرون هذه الأدوية اللي هي كلش ضرورية. تنقل هذه الأنابيب الدم إلى الجسد المصاب لتعطي لهم أملا بمواصلة الحياة من جديد، ولكنهم يتألمون يبحثون عن دواء يخفف من وجع صار رفيقهم طوال حياتهم، فهو يفترس براءتهم وينتزع ابتسامتهم، بالإضافة إلى أنه يدمر الأسرة اقتصاديا ونفسيا. ما عندي قدرة، يعني ما عندي قدرة بنوب أجرة الطريق لبين ما أوصل على المركز ورجعه، يلا أدينه من أخوي ومن ابن عمي لبين ما أوصله لهيل، فما بالك شلون بدي أشتري الأدوية، والأدوية هذا المرض غالي، إذا مو الدولة تساعدنا وتوفر لنا هالأدوية حيل والله صعب. هذا الشهرتين ما في عندي ولا دواء ولا شيء، أريد من الحكومة، أريد دم، أريد الدواء مشان أعالج مثل هدول الفاتي. مرض وراثي ينتقل من الآباء إلى الأبناء، يصيب الدم ليصبح الجسم غير قادر على تصنيع هيموغلوبين طبيعي. تقع على وزارة الصحة في الحكومة المركزية مسؤولية كبيرة في الإسراع بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإنقاذ هذه الأطفال البريئة. فقر الدم الذي يهدد المرضى طوال حياتهم، وجهاد ضخ الدم الذي لا يفارقهم أبدا، والموت الذي يهددهم في أي لحظة يستوجب تدخلا عاجلا لإنقاذ هذه الأرواح البريئة. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوج.